قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. قبل كلش يا خاوتي وقبل ما ندخلوا في الموضوع حبيتكم تشوفوا واحد الخائن اخر، واحد ولاد فافا يا خاوتي ياكم على بالكم. من مميزات النقود انها كانت دائما ترمز الى الهوية والسيادة. ان ظهور اللغة الانجليزية على الاوراق النقدية الجزائرية على حساب الامازيغية اللغة الرسمية الثانية للبلاد هو شكل من اشكال التخلي رمزي عن السيادة. راكم تشوفوا خاوتي هذا الخانز تاع محسن بالعباس. هو المشكلة تاعو ماهيش في اللغة الامازيغية يا خاوتي، صدقوني ماهي في اللغة الامازيغية، ودوك تفهموا مليح علاش ماهيش المشكلة تاعو في اللغة الامازيغية، وانما المشكلة تاعو في اللغة الخرنسية. كي شافوا الجزائر بدات تتخلى عن اللغة الخرنسية ما عجبهمش الحال بزاف هذو ولاد فافا يا خاوتي، فهمتوا؟ لذلك دوك ناكد لكم بالدليل القاطع باللي المشكلة تاعهم صح مع اللغة الخرنسية خاوتي، واللي الجزائر ولات تستخدم اللغة الانجليزية. المهم لكم ردكم يا الجزائريين في التعليقات، ما تخليوا لوالو هذا الخانز، وما تنساوش ايضا دعمونا باللايكات فقط باش نكملوا بقوة خاوتي، كل واحد فيكم يخلي اللايك تاعو. الموضوع تاعنا يا خوتي هو انه يعني الحكاية تاع النقود الجزائرية جديدة تاع 2000 دينار واللي خرجت باللغة الانجليزية دارت حالة. وين دارت حالة في رأيكم؟ بين عند ولاد خرنسا وعند خرنسا نفسها يا خوتي، حيث الاعلاميين الخرنسيين يعترفون ويقولوا باللي الجزائر ذلتنا واهانتنا. نعم يا خوتي حبيتوا تتأكدوا شوفوا مليح هذا الفيديو، شوفوا كيف كيف، اسمعوا مليح هذا الخانس كيف راهو يتكلم. Et s'il y a bien un pays avec qui on a multiplié les excuses et les repentants, c'est l'Algérie qui, en remerciement, prend un malin plaisir à nous humilier. مانيش أنا اللي قلتها يا خاوتي، وإنما هو قالها، الجزائر تستمتع بإذلالنا، رانا نتمتعوا، تمتعوا يا جزائريين، تمتعوا. Alors lors de la visite d'Elisabeth Borne et d'une quinzaine de ministres il y a quelques semaines, on nous avait humilié en mettant des pupitres en arabe et en anglais sans un seul mot de français. سمعتم ليه يا خاوتي هذه معلومة جديدة ما على بالكمش بها، انه تم النقاش مع الوزيرة الخرنسية باللغة العربية والانجليزية فقط، ما كانش الخرنسية. Et sans attirer la moindre réprobation de notre délégation. On vient de passer un nouveau cran puisque les nouveaux billets algériens de 2000 dirhams sont en arabe et en anglais. Un anglais que le régime militaire algérien au pouvoir depuis l'indépendance impose au pas. خاوتي ما لاحظتوش حاجة انه جميع واحد يتهجم على الجزائر يقيس الجيش الوطني الشعبي، دايما يا خاوتي الجيش الوطني الشعبي، دايما يقول لك نظام عسكري كذا، علاش؟ لانه شافوا الجيش هو اللي قاوي في الجزائر، هذا ما كان. كورس اي ديزورمي دي ليكول بريمير افيك بور بوت دو رامبلاسي لا لانغ فرونسيز. alors pas de protestation a priori de la France hein. peut-être parce que le français c'est ringard que... lors du visite du gouvernement on n'a pourtant obtenu aucune avancée sur les OQTF, on n'a rien obtenu du tout comme d'habitude. Pourtant depuis 60 ans on n'a pas fait un pas sur les repentances, les excuses. Je voudrais poser une question, parlons vrai, quand nos gouvernants vont-ils arrêter de se prostituer devant le régime d'Alger? كما سمعتوا يا خاوتي هذا يعني اعلامي خرنسي يتكلم ويقول باللي احنا ولينا مذلولين قدام الجزائر، وسقساهم سؤال في الاخير وانا نجاوبوا على هذاك السؤال تاعو الخانس، الى متى سيستمر يعني الوضع هكذا؟ صدقني يا الخانس صدقني منا على 10 سنين ولا 5 سنين يا خاوتي 5 سنين اللغة الخرنسية ما راحش تكون ابدا في بلادنا، وشفوا على كلامي مليح مليح، لا في الجامعات لا في الاوراق لا يا خاوتي يا شو نقول لكم بهن الشعب ينساوها، اللغه الخرنسيه تتنحى ما نسحقوهاش في بلادنا هكذا مليح. مادام درت لكم يعني اللغه الانجليزيه عقده راح نخدموا غرب الانجليزيه حنايا حنايا سي بون ولينا دي زونغلي بلككم فهمتوني يا الخرنسيين حنايا ولينا انجليزيين نحكيوا بالانجليزيه. واش مدخلك انت؟ وش مدخلك في بلادنا؟ انتوما اقعدوا استمتعوا بالاهانه وبرك، يعني اقعدوا استمتعوا بالاهانه وكيفاش يذلكم الجزائري
كل خطرة نوعو يعني في الذل دعكم وفقط. هذا وش نقولكم؟ شفتوا مليح يا خوتي وين راه المشكل؟ شفتوا مليح باللي الجزائر وش راهي تدير فيه الآن؟ راهو ماهوش عاجبهم الحال في خيرانصة، ماهوش عاجبهم الحال عند أولاد خيرانصة. نحكيوا على أولاد خيرانصة اللي راهم عايشين معانا، اللي يقدسوا الدولة الخيرانصية يا خوتي، ويقول لك باللي هي أحسن دولة في العالم رغم أنه هي مرحاض أوروبا. والله صدقوني يا صدقوني، شتوا الجزائريين اللي راهم عايشين في الغربة، واللي راهم عايشين يعني بالخصوص في فرنسا، وطنيين لوحد الدرجة أكثر من الجزائريين يا خوتي هذوك اللي يخدموا لصالح فرنسا انطلاقا من الجزائر. من هنا جايين زعما يلعبوها وكذا، واستخدام الأمازيغية بدل اللغة الإنجليزية. والله غير مرافق تاع الصح يا خوتي، صدقوني مرافق تاع الصح. هبلتهم الإنجليزية يا جدك، وهبلتهم العربية. والله يا حيرة وخلاص. وهذا ما هوش المسؤول الخيرانسي ولا الإعلامي الخيرانسي الأول يا خوتي، وإنما أيضا كاين سياسي فرنسي واللي هو جان لوك ميلونشون، الذي عبر عن استيائه من عدم إدراج اللغة الفرنسية على ورقة 200,000 دينار جزائري الجديدة، واختيار الإنجليزية بدلا منها كما راكم تشوفوا في الصورة. يعني قسناهم في الشقة الخيرانسيين، راهم ساكن يعانيو. مازال خير للقدام. والله ماهيش هذه النهاية يا الفرنسيين، غير بدأوا توجدوا روحكم مليح مليح لما هو قادم، حتى نخليكم تركعوا لنا. شفتوا هذيك 130 سنة تاع الاستعمار، حنايا نعوضوها لكم في 20 سنة فقط، 20 سنة وحنا نذلوا فيكم ونرخصوا فيكم. منا وجاي الجزائر هي ديمارات، الجزائر مشات 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 تزاير، وبربي ان شاء الله نوصلوا وين رانا حابين. مادام الشباب الجزائري واقف على كرعيه، مادام الدولة تاعنا واقفة على كرعيها، مادام الجيش تاعنا واقف على كرعيه، صدقوني يا الجزائريين نروحوا الى ابعد نقطة، نوليو خير منكم يا الخيرانسيين. نوليو خير منكم يا الخيرانسيين. وعلى بالي كاين ناس تقول لك كيفاش ومنا وكذا، والله نوليو خير منكم يا الخيرانسيين، نوليو خير منكم في جميع المجالات ثانية، في جميع المجالات. واستناو يا خوتي، القادم اجمل باذن الله، مادام هادو الناس راهم يتألموا وراهم يبكيوا اعرفوا رانا في الطريق الصحيح. هيا السلام عليكم خوتي. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.